ايش رايكم؟ شعري كنا يبي له رنساج. يما انتم ما تشبون سنابات؟ لا يما عطستوا سناب، كحيتوا سناب، دشيتوا المطبخ سناب، حتى هذا تو الحين شافتك قاعده تصورينها قبل لا نقعد. يما فشلتيني قدام. اي بعد يما وانا صادجه ما صارت هالسناب يا يما. اي والله ما اشوف هذه راحت هذه جت هذه. بسكم قصي قصي ما ابي ابين كامل. لا 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 هني هني انت بعد لا تحطيني فشلتيني ما فشلتيني. اي واخري مسحيني يما شحط ايش هسه قاعد تزفيني شلون بحط؟ انت صورتي قلبتي ورحتي. ماما يما ابي اروح اليوم اشوف اخوي. إيه قصي ان شاء الله. إيه اخوك اللي يشتغل بالمطعم. إيه ابشر بخير ان شاء الله. حاضر ان شاء الله حبيبتي العفو. حلو. إيه انت ام سناب؟ هاي ام ساره. ايش فيك يما؟ كل عقلك السناب. لا قولي ايش فيك قاعد اسمع. لا بس قاعد توصيني على شغله. قولي ايش اللي تبينه يما؟ ابيها تقص السناب. قلت لها من عليها بتقصها. سمعيني عاد ميري تبي تروح تشوف اخوها اللي يشتغل بالمطعم. زين ايش رايكم نطلع كلنا نتعشى على ما تشوف اخوها عقب ناخذها؟ اي والله يما خوش فكره صدق. هاري ميما إذا كلكم بتطلعوني بطلع معكم. زمان ما طلعت. إيه تعالي استانسي. طبعاً يما وإذا أنت ما تطلعين ويانا إحنا ما نعرف نستانس. وعليك أنت المجمع تختارين اللي أنت تحبينه. خلاص أنا معكم ما أستحي من الناس. حبيبتي وقولي حق خواتك يصلون لأشي يما نطلع إن شاء الله. إن شاء الله. يلا صوري سناب الحين. لا بس شعقبة طلعتي سناب من خاطري. يما